استاذه سمر من الاسكندريه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيبه. كل سنه كل سنه والساده المشاهدين كلهم طيبين بمناسبه اول رجب. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك. والله انا كنت عايزه اكلم مع حضرتك. اتفضلي. بخصوص زوجي، زوجي عصبي جدا معايا ودايما بيظلمني ودايما سلبي معايا، حتى لو انا بقالي سنتين متجوزه اولا وما حصليش نصيب ان انا انجب، وعندي شويه مشاكل في الرحم وعامله 4 عمليات. دايما كل عمليه يكون مضطهدني ويعمل معايا مشكله ويبقى عايز يضربني ويبقى عايز يأذيني. طيب انا بسال بس شويه، العمليات دي عمليات حقن مجاري يعني؟ ايوه. طيب هو دلوقتي هل دوت بسبب ان تكلفتها عاليه عليه، ولا انت اللي بتدفعي تكلفتها؟ مظبوط، لا هو اللي بيدفع التكاليف كلها، بس بيدفعها وهو عصبي. هل ده اول جواز ليه؟ يعني حضرتك ده اول جواز ليه؟ ايوه اول جواز ليه، ده اول جواز ليا. بس طيب. انا دايما بحس انه بيظلمني، ودايما يعني حتى احس لو انا متزينه دايما يخش عصبي عليا. انا بقدم له كل فروض الطاعه والله، يعني انا بحبه وباقي على بيتي وعايزه بيتي في ستر وسرور، هو دايما عايز يسد يشتم، عايز يقلب على طول عصبي. دايما مثلا عايزه اقدم له فروض الطاعه الرومانسيه الحب، مش بيديني فرصه، على طول عصبي. انا مش عارفه اعمل ايه، على طول ظالمني، محتاره فيه. تسمحي لي اسالك سؤال يا استاذ سمر، معلش بعد اذن حضرتك، معلش اسمحي لي. نعم. مش لان كل اللي اسمهم سمر حساسين، انت حساسه؟ انت شخص شايفه نفسك حساس؟ يعني هو انا بفوت له كتير. لا معلش، ده مش سؤالي، يبقى خلاص انا يعني اكاد اكون عرفت الاجابه. حضرتك حضرتك شخص حساس، يعني بتحب ان هو يراعيكي وهو بيتكلم وهو بيتصرف وهو بيسكت وهو بيقفل الباب؟ ما بيراعينيش بالرغم ان انا بقدم له. طيب. حتى لاهله. طيب بصي يا استاذه سمر، انت نعم. سالتيني نعم. اعمل ايه عشان عصبيته دي؟ اولا مش عارف اعمل ايه. حاضر اقول لك حاجه، عصبيته دي كانت باينه من قبل الخطوبه صح؟ في حاجات ما بانتش في ايام الخطوبه والله. طيب اسالك سؤال اخير يا استاذه سمر بعد اذنك. نعم. عشان بس الوقت جري مننا، بسالك نعم. سؤال اخير، حضرتك هو سنه كام سنه؟ سنه 40 سنه. طيب انا اجاوب على حضرتك تعملي ايه. اولا الاستاذ زوج حضرتك دلوقتي هو عنده مشكله اساسيه، ان في سن الأربعين ده في الغالب بيبقى فيه حاجه اسمها ازمه منتصف العمر. ازمه منتصف العمر دي بتخلينا احنا لازم نكون اكتر حنيه على بعض. هو ايه المشكله؟ ان تاخر الانجاب بالنسبه لحضرتك ضاغط عليكي، وان العمليات دي طبعا السادة المشاهدين اللي عارفين او اي حد قريب منهم عارف العمليات دي ازاي بتكون محاطة بصعوبة، وبيبقى فيها تعب وبيبقى فيها ألم وفيها انتظار وفيها احساس باخفاق وكل الكلام دوت. الشعور ده ما بيبقاش شعور مريح لرجل في السن ده. ليه في السن ده؟ هو بيحس ان هو بدل ما هو عايز يرتاح ويريح دماغه، هو داخل طول الوقت في مخاطرات. هو عايز دلوقتي في الفترة دي، أنا بقرهولك عشان نشوف هنتعامل معاه إزاي، فهو عايز في الفترة دي يكون أكثر راحة، لأن هو في الفترة دي بيحس إن هو تعب كتير وعايز يبتدي حياة بشكل تاني. فإحنا دلوقتي مع مشكلة الإنجاب دي بندخل في مخاطر كتير. طب نعمل إيه؟ المسألة ببساطة خالص، إحنا لازم نختار الأوقات اللي نتكلم فيه، وبلاش تسأليه كتير أنت مالك، لكن نعمل ايه؟ نكلمه الكلام اللي فيه احساس بان هو انت ممتنه ان هو موجود في حياتك، وان انت سعيده بوجود في حياتك، ويا ريت تقولي له العباره اللي هقولها لك دي. انا ما يهمنيش يبقى ما عندنا اولاد، لكن يهمني ان انا وانت نكون سعداء. الكلام ده هيريحه، عارفه ليه؟ لان هو حاسس ان قيمته عندك ان انتوا يبقى عندكم اولاد. لما يحس ان هو في ذاته كده قيمة ونعمة 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 من نعم ربنا عندك كتير هيرتاح. أنت سألتيني أعمل إيه عشان يبطل عصبية؟ العصبية مش جاية غير من الضغوط. هل معنى كده إن أنا ما وجهلوش كلمة؟ أنا عايز أقول لك حاجة،
احنا الناس الرجاله بيزدادوا رجوله ونضوج تحت الضغوط مش بيزدادوا ضعف. يا ريت الرجاله كلها تفهم كده، ان انت تحت الضغط وتحت الشدائد انت بتزداد رجوله مش بتزداد ضعف. فمحدش يحاول يعالج ضعفه ده بان هو هيعمل حاجات تثبت ان هو راجل، وهي في الحقيقه ما بتثبتش غير ان هو مش قادر يصبر قدام الضعف اللي احنا بنسميها اصطلاحا عصبيه. خليكم رحماء وخليك هادي، وربنا سبحانه وتعالى رزقه هيوصل لك وهيكون رزق واسع، لان الواسع ما بيتركش فريق فقير الا وبيوسع عليه.